طب خلينا نطلع على تليفون مهم من احد اللاعبين اللي كانوا متواجدين معاك في حياتك، وهو الان هو عضو مجلس اداره النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن جوهر نبيل. الو الو كابتن جوهر نبيل، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. معانا كابتن ياسر لبيب في الاهلي الليله. يعني عشيره كابتن ياسر لبيب عشره كبيره في الملاعب، في كرة اليد، في النادي والله. اعتقد يعني يا كابتن ياسر لبيب، كابتن خالد العوضي، جوهر نبيل، مش محتاج تقول عضو مجلس اداره. اولا احنا زملاء في لعبه طبعا، نادي، منتخب، عشره، اكل، شرب، مؤثرات، مواقف كتيره. يمكن في الاول برحب بكابتن ياسر لبيب ولحظه على السلامه. الله يسلمك، ازيك يا حبيبي؟ ومنور مصر. منوره بيكوا يا حبيبي. قول لي يا كابتن جوهر، طيب يعني المواقف كتيره مع كابتن ياسر لبيب اكيد جوه الملعب وبره الملعب، ايه تقول ايه عن ياسر لبيب النهارده؟ لا احنا نحكي حكايات كتيره عن بيبو. مش عارف انتوا اتكلمتوا عن بيبو وكره اليد ولا طبعا. لا؟ طبعا طبعا لازم نقول بيبو. بيبو كره قدم، كان في برضه بيبو كره يد. طبعا. يمكن ذكريات كتير. انا على المستوى الشخصي انا اتعلمت منه كتير جدا. يعني دايما في علامات كده في كره اليد، واي واحد وهو صغير مش عاوز نكبر كابتن بيبو. هو السن مش كبير قوي، بس هو راجل كان كبير في لعبه. تمام. فتعلمنا كتير داخل الملعب، امتى الواحد يهزر، امتى يلعب، يلعب ازاي، ستايل معين. في الاخر انت كل شاب او ولد صغير او حتى بنت صغيره بتلعب اي رياضه بتبص دايما يبقى في قدوه على المستوى المحلي. بالنسبه لي انا قدوتي كان كابتن ياسر لبيب طبعا في النادي الاهلي ومنتخب مصر. على المستوى الشخصي راجل شياكه حلو، يركب عربيه حلوه، عامل ازاي، شعره ازاي، عامل ازاي من زمان. مهم الموضوع ده يا كابتن جوار صح؟ والريست بتاعه لازم يبقى ولا يا بيبو؟ كان زمان بقى جوار. لسه صح، جبت طبعا يعني جبت حاجات جميله يا كابتن جوهر بصراحه. بس اكيد جوه الملعب كان ليك يعني تفاهم مع كابتن ياسر لبيب، كنت بتعملوا دويتو قوي جدا جوه النادي الاهلي ومع منتخب مصر. تفتكر ماتش من الماتشات المهمه انت وكابتن ياسر لبيب، وعملتوا ماتشات كتيره مهمه جدا جدا للنادي الاهلي. لا هو يمكن حظنا احنا كجيل، سواء الجيل اللي قبلنا، جيل ياسر لبيب طبعا، ايمن صلاح في الزمالك، واحمد عطار، وسامح دلوقتي الجيل بتاعنا، والجيل بتاعنا احنا محظوظ ان الجيل ده كان موجود، لان كان جيل خبره واحنا كان جيل شباب. فكنا الحقيقه بنكمل بعض كجيلين. كابتن ياسر لبيب ميزته الحقيقه اللي هو كان عنده دايما رؤيه جيده في الملعب على مستوى الهجوم. فالدويتو كان كويس جدا. انا لعبت يمكن فتره بلاي ميكر، وبعد كده نزلت على الدايره، لان كان في واحد اسمه ياسر لبيب في النادي الاهلي. انا فاكر نزلت على الدايره فعلا. نزلت على الدايره. الحقيقه التفاهم جميل جدا ما بيني وما بينه. ويمكن في فتره من الفترات هو وكمان سامح عبد الوارث، ربنا يمسيه بالخير، ربنا يمسيه بالخير، الناس اللي خلوني واضح جدا في مكاني. كنت مجتهد، ولكن كان في لعيبه دايما عندها عين كويسه تشوف المجتهد ده في المكان فاضي وتباصي، الى جانب الخبرات طبعا الكبيره جدا. تمام. الكلام ده بيحصل على المستوى، كان مستوى الدولي ومستوى القاري على مستوى النادي او حتى مستوى المحل. كابتن بيبو هو قائد الحقيقه، يعني كان قائد في الملعب، قائد بره الملعب. ودايما خلي بالك احنا لازم نكون بنتعلم من حد. مظبوط. يعني لازم، مفيش حد بيطلع عشوائي مره واحده، انت بتشوف الكبير فين، ده اللي عاجبك قلده بشخصيتك انت في الاخر. ده النادي الاهلي. طبعا طبعا طبعا. بس كان في طقم كده عامله دوشه شويه في الفرقه كابتن جوهر، ولا ايه؟ كان في طقم. في طقم جيليهات. ما هو بيبو كان زمان في الشتاء ايام ملعب الحمرة، صاله امير عبد الله الفهد، ما كانش في طاقم، كان في ثلاث ملاعب حمرا. اتفرج على بيبو كان مع الله يرحمه كابتن جلال شمس رحمه الله عليه. الاقي نادي في جيليه. مش هينفع على هوا خلاص كده. لا بس بقول لك كان في طقم كبير كده عامله باللعيبه لما بقى كابتن فرقه في الدرجه الاولى. تفتكر كان في دوشه كتيره بتحصل في الفرقه، يقول لك اهدوا رايحين ماتش، اهدوا رايحين ماتش. فاكر الايام دي يا كابتن جوهر؟
طبعا كنا قاعدين ده في الحته اللي ورا دي لاخر اخر كنبه الفاشلين اللي هو ومين كان الزعيم بتاع الكنبه دي؟ كان خالد العوض. كابتن جوهر عارفينك جاي عارفينك جاي بالظبط. فخلينا نتكلم يعني انا فعلا عايز اكون يعني متواجد معانا بس الامور هتروح في اتجاه تاني. خلينا الامور مقفوله, احنا لعبنا مع بعض والامور كويسه. كابتن جوهر نبيل فعلا بشكرك شكرا جزيلا كنت معانا النهارده, ونكمل مع بعض بره الهواء باذن الله.